بتعرف؟ لا والله ما بعرف. لو كنت انت مانك فاضي او مو طالع كنت رجعت على البيت. خير ليه؟ لا بس انت ثالث تاكسي بأشر له، ولو ما كنت طالع كنت لازم ارجع. عدم المؤاخذة، يمكن الفلاتر بدها تنظيف عندي. ما فهمت. هي إشارة إنه يومي مو منيح. هلا من هول للمزة فيلات شرقية مطرح مالك رايحة، ما في غير ثلاث إشارة، فلا تركليها. لا لا ما فهمت علي. قصدي في إشارات بتصير بحياتك، وهي بتحدد لك طريقك وشو لازم تعمل. استراد المزة كله في خمس إشارات، اسمعي مني، إذا بنقطعهم على الستين، بنقطعهم كلهم ما بنوقف ولا على وحدة. بس نطلع فوق الستين بدنا نوقف عليهم كلهم. طيب لقلك شغلة، في شيء اسمه الاستفتاحية بتآمن فيها؟ ولو أنا اللي بآمن فيها. طيب مو يوم اللي بتاخد استفتاحية بدون ما تقول استفتاحية مباركة بتحس هيك شغلك شوية كركب؟ اي والله. طيب هيك قصدي. علي بقول له حاضر بيطلع اسمه أفراس الجحش. حاضر. أبو عبدو المبوشة. حاضر. مالي سمعان. حاضر. ورصاصي فيش حلقك. أبو خالد الدربكي. حاضر. أبو محمد. حاضر. لك بس قول أبو محمد ضبع تقول حضر العمى بقلبك. أبو محمد ضبع. حاضر. أبو فياض الصاغ. حاضر. محمد وليد ميسي. محمد وليد ميسي. حاضر. ليه بتأخر بالعادة؟ شباب تاخذونا دول الوراق وبديه وبقالكم تحفظوه عن ظهر قلب، ما بدي غلطها. ليش في بالعادة نغلط؟ لا ما في بالعادة تغلطوا، بس بدي اياكم تبيضوا وشي. ها ليش في بالعادة ما بيض لك وشك؟ لك شو هالحكيكم بوجا، انت اللي بتبيض الوش. لا بس هالمرة حابب اتمنفخ فيكم. ليش في بالعادة ما تتمنفخ فينا؟ لك لا ما في بالعادة، بس انت تحديدا خايف منك انك تطبل بكرة. اسمعوا لكم شباب، بتاخذوا الوراق بتحفظوهم مزبوط مزبوط مثل ما قلت لكم، بكره بروفتنا بالبستان قولوا الله. السلام عليكم. ربي عبر. ربي عبر. معلم هلا عن جد نزلت اسمي بالعراضه؟ اي والله نزلت اسمك بالعراضه، بس الشيء اللي انت مو دايرت لك القصه انه بكره راح تكون انت احتياط، ان شاء الله صدقت حلق انك بيسيرون الي من هون. ان شاء الله بموت. قديش مواليدك؟ 5/12/71. معناتها برجك القوس ناري مثلي. ناري؟ يا لطيف شو بحبه هاللون. هذا مو لون. هلا امبارح واول امبارح صار معك شغله غريبه ما عرفت تفسرها. اي والله شو عرفني؟ لانه الاوضاع الفلكيه هاليومين مخربطه ببرجك. زحل عم يلتقي مع اورانوس بمربع واحد، وفينوس عم يكمل دورته الثالثه، وفي كسوف جزئي بالشمس. هلا كل هدول الشغلات عم بيصيروا من شاني؟ هذا علم، علم الفلك والابراج، وبهاليومين رح تصير معك قصه كبيره، بس ما تخاف رح تنفذ منها. خير الله ما جعله خير. شو اسمك؟ ابو جانتي. قلت لي مواليدك 5/12. اسم امك؟ ام النور. لا اسمها اسمها. بخاف قل لي بتقومي تسحريني. طيب على راحتك. 5/12. 35. لا 60. 5/12 60. شو عم تحسبي لي غلطي تبع اليوم؟ ابو جانتي انت مالك متجوز. وجانتي؟ هذا لقب من وانت وصغير، وانت اكبر واحد بين اخواتك صح؟ صح. وعلاقتك بامك كثير منيحه وهي دائما بتدعي لك. انت شهم وقبضاي وما بتحب الزحله بنوم وبتحب شغل